أهلا بكم من جديد في شير. الآن موعدنا مع إعلان نتائج مسابقة قناة الغد لتوقع مباريات بطولة الأمم الإفريقية. أولا أذكركم أنه ما زالت الفرصة متاحة للاشتراك في المسابقة، فقط ادخلوا على قناتنا الغد تي في على يوتيوب، فعلوا السبسكرايب أو الاشتراك في القناة لتشاركوا في كتابة توقعاتكم لنتائج المباريات، وتدخلوا معنا في السحب على جوائز مجموعها $1,000 بالإضافة إلى قمصان المنتخبات العربية المشاركة. شارك في مسابقة توقع نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا 2500 متسابق، توقع النتيجة الصحيحة منهم 15 متسابقا فقط. الآن أسماء الفائزين بتوقعات نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا والتي انتهت بهدف واحد لصالح جنوب أفريقيا. الفائز الأول اليوم هو أحمد التفهاني، ويأتي أحمد ضمن 5 فائزين تم اختيارهم وفقا لخاصية الانتقاء العشوائي. أما الفائز الثاني اليوم فهو حمد حمدي، والفائز الثالث هو ASODZ. الفائز الرابع اليوم هو فوت 24، وأخيرا الفائز الخامس هو سيكاغو عبدو. ألف مبروك للفائزين، وسوف تتواصل معهم إدارة القناة لترتيب عملية استلام الجوائز. ألف مبروك، واشتركوا على مسابقة الغد عبر قناة الغد على اليوتيوب، ستجدوها على يوتيوب/الغد